بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة سفير صاحب الجلالة. يوم 1 جانفي 2018 نظم منتدى الشباب الهولندي المغربي دورته الثانية بضواحي مدينة روتردام ندوة حول موضوع صورة المغاربة في الإعلام الهولندي. افتتح منتدى الشباب المغربي الهولندي القنصل العام للمملكة المغربية لمدينة روتردام بكلمة نوه فيها بالطاقات التي تزخر بها الجالية المغربية وإسهاماتها الكبيرة في مختلف المجالات. وفي كلمة للحضور قال سفير المملكة المغربية بهولندا أن الصورة النمطية السائدة لدى وسائل الإعلام الهولندية ليست إلا صورة خاطئة ينبغي تصحيحها، وأن أعداد كثيرة من المغاربة بسموا على نجاح باهر. وشارك في الندوة أطر من الشباب المغربي المقيم بهولندا وكذا باحثون نقاد وإعلاميون. إن الهدف من منتدى الشباب الهولندي المغربي هو فتح مساحة حوار بينهم وبين وسائل الإعلام الهولندي، ثم تحليل القضايا التي تخص أفراد الجالية المغربية المقيمة بهولندا لتصحيح الصورة المغلوطة في الإعلام الهولندي. هذه الندوة اختارها شباب لشباب يعني اللي تحسوا بنوع من الحقرة حين كيشوفوا الصحافة والإعلام الهولندي بصفة عامة كيقدم واحد الصورة غير حقيقية على المغاربة في هذه البلاد. صورة نمطية، صورة مغلوطة، صورة فيها حيف، فيها تجني. اليوم مثلا نستغرب ونتأسف أن ما كاين حد من الصحافة الهولندية جا، رغم أن وجهت يعني الشباب في المنتدى صفتوا لهم باش يحضروا، ما حضروش. وهذا ماشي من شيم الصحافة المسؤولة أو الإعلام المسؤول، لأن الإعلام عنده قيم، عنده أخلاقيات المهنة، عنده يعني مبادئ. أفراد الجالية المغربية هما أفراد كذلك المجتمع، ناس عارفة الحقوق ديالها المشروعة، وعارفة كذلك الواجبات ديالها وضرورة احترام القوانين والعادات في هذا البلد. يقومون بهذا الشيء، ويعني في المقابل كينتظروا واحد الموقف منصف من رجال الإعلام باش يزيدوا يتحمسوا أكثر، يشتغلوا لما فيه مصلحة ومنفعة وخير هذا البلد وهذا المجتمع. وشكرا. ونحن جد سعداء يعني كسفارة وقنصليات يعني لدعم مثل هذه المبادرات يعني من الشباب الهولندي من الأصول المغربية الذي نعتز به ونفتخر بإنجازاته يعني الرائعة في هذا البلد. فهذه الدورة الثانية يعني بالنسبة للمنتدى، فكل فرصة يعني يكون فيها دعوة السفارة والقنصليات لدعم الشباب يعني تنظيم مثل هذه التظاهرات، فنحن جد سعداء أننا نلبي هذه الرغبة بالنسبة للشباب المغربي المقيم بهولندا. كتم اختيار يعني الموضوع هذه الدورة والنقاش يكون حول صورة المغاربة في الإعلام الهولندي، نظرا للاعتبارات أساسية منها يعني المغالطات أحيانا والتشويه يعني الملصق بالمغاربة المقيمين بهولندا، والإعلام بعض الصحف يعني والقنوات يعني التلفزية تسلط الضوء يعني فقط على بعض المخالفات أحيانا والإجرام يعني بعض الشباب يعني الطائش، فيركز الضوء يعني على هذه الصورة يعني المشوهة التي تسيء بالنسبة للجالية المغربية التي تفوق 400 ألف يعني في هذا البلد سعيد في المملكة هولندا. ونحن ندعم يعني كل مبادرة يعني من شأنها أن تحسين وتصحيح يعني صورة المغاربة ودورهم في تنمية الاقتصاد الهولندي والمنجزات يعني التي يقوم بها يعني الشباب المغربي في هذا البلد السعيد. C'est un sujet fondamental. Pourquoi ? Parce qu'il y a 400 000 Marocains dans ce pays, aux Pays-Bas. La plupart sont des gens très respectables qui font leur travail. Les jeunes sont ambitieux, ils veulent réussir.
Mais malheureusement, nous sommes tous confrontés à la mauvaise image que propagent certaines presses, je dirais. Donc il est important de se retrouver de temps en temps, non seulement pour analyser le problème, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, mais surtout pour dire aux jeunes, ne vous découragez pas, même cette mauvaise image que les médias propagent ne vous regarde pas. Ce n'est pas vous personnellement qui êtes concerné. Vous continuez de tracer votre chemin, continuez d'avancer, etc. Donc si vous voulez, il y a deux objectifs. L'objectif scientifique qui est l'analyse du problème, mais il y a surtout l'objectif de pousser la seconde génération, de leur dire continuez, de les encourager. Et c'est pour ça que ça s'appelle Dutch Moroccan Youth Forum, qui est tenu chaque année, est une excellente initiative et je pense que c'est très bien, d'ailleurs on devrait l'avoir dans tous les pays du monde, de réunir les jeunes, ceux qui veulent venir, et de parler longtemps, de manger ensemble, etc. pour qu'il n'y ait pas de faux problèmes. Parce que les faux problèmes, ce sont ces problèmes que certaines presses qui est mal intentionnée veut leur poser. Et nous, notre objectif, c'est de dire, ce sont de faux problèmes. Concentrez-vous sur les vrais problèmes de la vie. نار هاي مبادرة مزيانة والموضوع مهم حيث هذا المشكل كاين واخا أنا شخصيا ضمن باللي في نقولوا العشر سنين الماضيين تحسنت الوضعية من قبل كانوا وسائل الإعلام الهولندية كتكلموا على المغاربة والإجرام إلى آخره هذا شيء ما بقاش ولكن من جهة أخرى كنظن بلي يعني الصورة باقي ماشي إيجابية 100% إذن هادشي خاصو يتحسن النصيحة ديالي باش يحاولوا باش ينظموا واحد الشبكة ديال صحفيين من العصر المغربي صحفيين هولنديين من العصر المغربي اللي خدامين في وسائل الإعلام الهولندي ماشي باش يأثروا في المحتوى ديال المقالات ولا ديال الإذاعات ولكن باش يكون تبادل التجارب ديالهم في الجريدة في الإذاعة في التلفزة إلى آخره السلام عليكم شكرا نبيل زحاف نشكاخ ديال أمستردام فري يونيفرسيتا أمستردام نهار أوسيغ دانيتا عضي الكونسون ديمبوس عفاكم السفاع عفاكم مارا ومي دي جيما إيدا سخ نهارا زري خطاسني ودن سيورن الحمد لله نشني مغربيا غان خطاسني ودن غاسن راكر سن ميخف السوارن سن مني توك عندي الدنيا يا مني توك عندي هولندا نيشان من تواريخ نهارا نسيور خمم شتشاني مغربين دي ميديان ان هولندا نوفا دين التصن فيراك دي من تواريني وذان يوذن ربعا دي من كان سزعم الحساب من تقنشني مغربيين ولكن غانا خي مغربيين كان مليح مريما كان مليح غاسن مش تقبل انسان غاسن كرشي تحت انثاوى انسان كاين مليح الوالدين وكرشي ايوا الحمد لله نوفا مارا نسي ورانيني من غانخ دير عكر النخ من غانخ دير بار النخ يستغخ مليح رفح الطاس ومدين الطاس المغربيين يسنن ميخف السوارة من كان مارا يا من دين ناني كتوري دي لشيني مغربي تاشفي خان السيور ايوا نوفا يجنا مشان خاص السيور انك انيني من غاخ دير عكر النخ خ اي مغربي النخ شو ان شاء الله ديو عبي منيش اندا سبحان وها نوي مارا كيس المعاون معنا زعما سامة ذلك دويش نحجت منيش مليح عفاكم Ik heb middag gehad over de media en de beeldvorming rondom Marokkanen. Het was erg zinvol en ik denk dat er heel veel positieve punten uit zijn gekomen. Die vooral de jongeren hier vandaag hebben geïnspireerd. En ik denk ook echt iets hebben bijgedragen aan hoe zij de media beleven. Ik vind het heel erg belangrijk dat vooral jongeren worden gezien door de ambassade of de consul of groepen. Die de jongeren een warm hart toereiken. Dat het inderdaad heel lastig is om steeds in een verdomme hoekje te moeten zitten.
En ik had het idee, heel sterk de indruk, dat de jongeren hier vandaag zich erg gehoord hebben gevoeld. En heel veel input hebben gekregen van professionals die daar langer in werken. Mohimli, nee ja, bij zijn hadro en lehetsi. Bij zijn arfusnoek in Hene Volland. De zeftig gelukkig aan Magarbe geven in Nee. Maar Magarbe misschien geven. Keen ook een fik, kimuf kul benedem. Ik zie hoe wel mohim bij zijn hadro en lehetsi. باش تقولها ماشي تبقى ساكت وبدير ما شفت والو ما سمعت والو هادشي علاش مهم نهضروا باش نسمعوا الصوت ديال المغاربه.